بسم الله الرحمن الرحيم. راح احكي انا وياكم عن هلأ عن باث واي. يا الله شو مهمة، يا الله شو بتمنى تركزوا معي، لانه هذا الاشي اللي راح اشرحه انا هون ممكن يشرح لكم كان في كمان في الهيماتولوجي. هذا الاشي كتير مهم. راح نحكي هلأ عن اشي اسمه بنتوز فوسفيت باث واي او هيكسوز مونو فوسفيت. بتمنى هيكسوز مونو فوسفيت شانت طبعا. بتمنى يا جماعة انكم تركزوا معاي مظبوط 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 في هذا الجزء من المحاضرة. رح نحكي في هذا الجزء من المحاضرة عن مرض التفول، عن الفافوزم، ورح نحكي عن اللي هو او بسموه جي 6 بي دي ديفيشنسي. رح نحكي انه كيف هذه الباث واي سبحان الله عدم حدوثها بيؤدي يا جماعة الى مرض التفول، عدم حدوثها بيؤدي الى مشاكل كتير خطيرة وبيؤدي الى التفول اللي هو في الاخير نوع من انواع الهيموليتيك انيميا ونوع من انواع تكسر الدم. وطبعا هذا مرض وراثي هو طبعا، وهذا الاشي بيعملوا له مسحة من الاطفال حديثي الولادة. يعني هذا اشي مشهور، هذا مش اشي غريب، هذا اشي بتتعامل معاه انت بشكل روتيني. هذا الاشي مهم كتير، بتمنى تركزوا معاي مزبوط. هل اول اشي بدك تفهمه انه البنتوز فوسفات باثواي هي الترناتيف روت اوف ميتابوليزم اوف جلوكوز. هي اذا باثواي خاصة، هي باثواي جانبية، باثواي بديلة، باثواي متخصصة بشغلة معينة. مش هدفها ابدا الطاقة، مش هدفها بعيد مرة تانية ابدا الطاقة. هدفها بشكل اساسي انتاج ال NADPH، هدفها انتاج الكو انزيم NADPH. بعيد مرة تانية، الهدف من هذا الباثواي اولا واخيرا هو انتاج ال NADPH اللي إلها دور في كتير شغلات وفي كتير أمور في الجسم. وأهم دور لإلها إنها أنتي أوكسيدنت، أهم دور لإلها إنها أنتي أوكسيدنت وديتوكسيفيكيشن. طيب كيف؟ هلأ بفهمك ورح إن شاء الله تفهم مني كل إشي بالتفصيل، بس خلينا معلومة معلومة وحبة حبة. أول إشي باثواي هادي اسمها بنتوز فوسفات باثواي، الاسم الثاني تبعها هو هيكسوز مونوفوسفات. طيب ليش يا مس اسمها بنتوز فوسفات باثواي؟ لأنه آخر برودكت فيها، وتطلع عندك على الكتاب هون في صفحة 27 على السلايد هادي، هي ريبولوز 5 فوسفات. فإذا الريبولوز كلكم تعرفوا انه بنتوز شجر او سكر خماسي، 5 فوسفات معناته فوسفات معناتها فيها فوسفات، فمشان هيك اسمها بنتوز فوسفات باثواي. طيب ليش سموها هيكسوز مونوفوسفات؟ لانها بتبدا بالجلوكوز 6 فوسفات، معناته الجلوكوز سكر سداسي او هيكسوز، وايش عندنا فوسفات، انه في فوسفات في القصه. طبعا اول تفاعل هو انه الجلوكوز صارت جلوكوز 6 فوسفات زي ما حكيت لكم قبل شوي. ممكن الجلوكوز 6 فوسفات لما تكون زائده او لما يكون الجسم محتاج لانتاج ال NADPH بيحول الجلوكوز بالهيكسوكايناز لجلوكوز 6 فوسفات حتى يدخل في هاي الباثواي، حتى يفوت في هاي الباثواي. طيب قبل ما نحكي عن الباثواي وعن تفاصيلها، بدنا نحكي عن اهميه ال NADPH في الجسم. شو هي الاهميه هاي مس الخارقه لل NADPH، وليش الناس اللي ما بتقدر تعمل الباثواي هذه بصير معها تفول؟ هاي راح اشرح بالتفصيل الممل، بعدين راح اشرح لك كيف الباثواي. على كل ال NADPH له أول إشي أهمية إنه بدخل في تصنيع الفاتي أسيد، بدخل في تصنيع الأحماض الدهنية في الجسم بشكل عام. هو كوإنزيم، هو كوإنزيم مهم جدا لتصنيع إيش؟ لتصنيع الفاتي أسيد في الجسم. هاي أول إشي. الشغلة الثانية بدخل في تصنيع كتير من الأمينو أسيد، بدخل في تصنيع، إذن بدخل في تصنيع الفاتي أسيد، بدخل في تصنيع الأمينو أسيد. نيجي على الأهمية الثالثة اللي هي أهم أهمية، إنه يا جماعة هو أنتي أوكسيدنت، هو مضاد للتأكسد، هو مضاد للتأكسد، هو مش هو بنفسه مضاد للتأكسد، هو بصنع مادة اسمها جلوثاثيون، والجلوثاثيون هي يا جماعة هي المادة المضادة للتأكسد، هي المادة المضادة للتأكسد اللي بتحميني من تأثير ال H2O2 أو الهيدروجين بيروكسيد. طبعا الهيدروجين بيروكسيد من أهم المواد المؤكسدة اللي بتفوت على الجسم، والمواد الضارة والمواد السمية، وهذه المواد وهذه المادة
شايفين الجلوتاثيون بيقدر يخلص الجسم منها. طب مين بيساعد في تكوين الجلوتاثيون؟ ال NADPH. يعني اذا ما في NADPH ما في جلوتاثيون، ما في تخلص من سمية ال H2O2. detoxification of drug. ليش؟ لانه هاي الدراجز بتكون فيها ايش؟ بتكون فيها H2O2، فانا بدي اتخلص من ال H2O2، فلازم انتج جلوتاثيون. حتى انتج جلوتاثيون لازم يكون عندي NADPH. طيب كذلك الامر بتساعد في عمليه البلعمه او بالفاجوسايتوسيس، انتجريتي اوف ار بي سيز ميمبرين، يعني بتحمي تشكل او بتحمي البلازما ميمبرين او الغشاء البلازمي للار بي سيز انه يضل بشكله الصحيح. طيب ليش يمس؟ هو شو بده يصير في الار بي سيز؟ وشو دخل هذا كليته بالتفول؟ واحنا مش فاهمين اشي معاكم. طيب حتى تركزوا معاي، بس في شغله بدي اياكم تنتبهوا لها هون. هذا الباثواي تمام، اول خطوه فيه جلوكوز 6 فوسفات. تمام الجلوكوز 6 فوسفات شو راح تعطيني؟ راح تعطيني 6 فوسفوجلايكونات. هو شوفوا هو مش باثواي طويل. هلا حتى يصير هذا التفاعل وينتج عندي ال NADPH، مين بده يكون او وشو الانزيم المهم جدا اللي لازم تحفظه زي اسمك اللي لازم يكون موجود، اللي هو الجلوكوز 6 فوسفات دي هيدروجيناز او انزيم بختصروه ب G6PD. واحنا ان شاء الله مش الاسبوع هذا، الاسبوع الجاي او اللي بعديه راح نشتغله بالمختبر شغل، راح نشتغله على جهاز السبيكترو الوكيت، راح نشتغله على جهاز السبيكترو. طيب هلا اذا شو اسم الانزيم؟ جلوكوز 6 فوسفات دي هيدروجيناز. هذا الانزيم مهم جدا، ومن غيره ما بيتحول الجلوكوز 6 فوسفات ل 6 فوسفوجلايكونات ولا يتم انتاج ال NADPH، ولا يتم انتاج ال NADPH. هلا طبعا ال 6 فوسفوجلايكونات تتحول لريبولوز 5 فوسفات تمام، وبتنتج لي كمان حبه من ال NADPH، بتنتج لي كمان حبه من ال NADPH. طبعا هون كاتب لك انا بس خطوات، بما انه حكينا عن الباثوي خلينا نخلصها بالمره. هون انا كاتب لك فقط خطوات الباثوي، اللي هو اول اشي بصير عندي تحول لجلوكوز 6 فوسفات ل 6 فوسفوجلايكونات بوجود انزيم طبعا لجلوكوز 6 فوسفات دي هيدروجيناز او G6PD. عندنا الخطوة الثانية هي تحول ال 6 فوسفوجلايكونات الى ريبولوز 5 فوسفات بوجود انزيم طبعا ال 6 فوسفوجلايكونات دي هيدروجيناز. رح ينتج عندي في الحالتين يا جماعة، طبعا رح ينتج عندي في الحالتين NADPH NADPH. طبعا تنساش هون انه هون سكر سداسي وهون رح يتحول لي لخماسي، فرح تطلع حبة CO2، رح تطلع حبة CO2. على كل انا اللي بهمني من هذا الموضوع كله تعرف عن هذا الانزيم. طيب رح اجي انا وياكم مرض التفول او بالانجليزي الفابوزيزم. الفابوزيزم ايش هو؟ نقص او عدم وجود انزيم الجلوكوز 6 فوسفات دي هيدروجيناز. يعني في ناس بيكون عنده كميه اقل من الطبيعي، نعم في ناس بيكون صفر ما عندهم نهائيا، وهدول بيكونوا يعني السيرفيفيتي للمرض تبعهم كتير كتير شديده. هلا في ناس بيكون عندها كميه بسيطه منه او كميه قليله، لكن هذه الكميه كمية مش طبيعيه، المفروض يكون هلا الطبيعي له فوق الأربعة ونص او فوق الخمسة. هلا هذول الناس ممكن يكون عندهم 2-2.5، المفروض انه يكون عندهم طبعا فوق الخمسة. حتى طبعا هو ببين من لما الطفل يبدأ يأكل، من لما الطفل يوصل عمر السنة سنة ونص على طول ببين انه عنده تفول ولا لا. عكل هذا الانزيم شايفينه الجين تبعه تمام بكون موجود على الاكس كروموسوم، بكون موجود على الاكس كروموسوم، فهو مرض وراثي طبعا بامتياز، هو مرض وراثي بامتياز، بتنتقل جيناته من الاب الى الـ الى الـ الى طبعا الى الاولاد، تنتقل جيناته على الاكس كروموسوم. هلا سبحان الله بنولدوا بعض الافراد ما عندهم الجلوكوز 6 فوسفات دي هيدروجيناز ولا بيقدروا ينتجوه او بتكون كميته كتير قليله. طيب عدم وجود الجي 6 بي دي او الجلوكوز 6 فوسفات دي هيدروجيناز معناته عدم القدره على تصنيع ال NADPH، معناته عدم القدره على انتاج الجلوتاثيون. طيب يا مس، ولو ما انتج الجلوتاثيون شو بده يصير؟ عدم القدره على التخلص من سميه بعض الادويه، وكذلك ما ينتج عن تكسر بروتين في البقوليات. يعني كتبتها بالعربي بس مشان تفهم، ما هذا الموضوع كتير مهم. دايما
انتوا عارفين انه البقوليات بشكل عام غنية في البروتينات، صح ولا لا؟ خصوصا فيها بروتينات معينة مختصة فيها، او يعني ايش احكي لكم، حتى فيها بروتينات مش موجودة في اللحوم او في مصادر الدجاج واللحوم، هاد فيها بروتينات متخصصة. البروتينات هذه اللي بتكون موجودة في البقوليات، تمام، نتيجة تكسرها في الجسم وتعامل الجسم معاها بتنتج مواد زي الـ H2O2. هل المواد هذه اللي بتنتجها المفروض انه كيف الجسم يتخلص منها؟ يتخلص منها عن طريق انتاج الجلوتاثيون. طب اذا هدول الناس ما عندهم G6PD هل رح يقدروا ينتجوا الجلوتاثيون؟ لا طبعا. طيب لما احنا ما بننتج الجلوتاثيون شو بصير عندي؟ شوفوا شو بصير عندي الناس هدول، بتراكم عندهم الـ H2O2. الـ H2O2 لما بتراكم اول اشي بيخلي او بيغير لك من الانتجريتي او من مرونة الـ RBCs، بغير لك من مرونة ومن شكل الـ RBCs. فهيك الـ RBCs شو بصير فيها؟ بصير تتكسر، لانكم انتوا عارفين انه السبلين او الطحال لما بتمر عليه خلية RBCs شكلها مش مثالي على طول، ايش ماله بكسرها. طبعا نتيجة تكسر الـ RBCs ايش بصير عندي؟ بصير عندي اكيد انيميا، تمام. على فكرة ممكن في بعض الاحيان كمان عندنا عند بعض الناس انه نتيجة تراكم الـ H2O2 ممكن انه يصير لهم زي شوك، او يصير لهم ضيق في التنفس، ممكن يصير لهم كمان اسهال ومراجع شديد جدا، وممكن يؤدي للموت، ممكن يؤدي للموت في بعض الحالات، واذا ما اسعفنا المريض على المستشفى. ليش؟ لانه بصير عنده يا جماعه تكسر حاد جدا 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 بكريات الدم الحمراء. يعني بيكون اكل فول او اكل حمص او اكل مواد فيها بقوليات، وهو بيكون عنده الانزيم صفر، يعني ما عنده اصلا هذا الانزيم، واصلا لازم يكون واقع حاله من الـ H2O2، من البقوليات. هلا شو بصير؟ بتراكم عندك الـ H2O2 بكميه كبيره، والـ H2O2 ماده سامه جدا جدا، ما في جلوتاثيون ينقذني. ايش بصير عندي؟ بصير عندنا كسر خلايا الدم بشكل كبير، ممكن لا سمح الله انه يؤدي لنزيف، ممكن يؤدي لوفاة هدول الناس اذا احنا ما لحقناهم للمستشفى وحطينا لهم دم، وممكن كمان يؤدي لمشاكل تنفسية، ممكن كمان يؤدي الى مشاكل تنفسية لا سمح الله، ويصير عندي كولابس، ويصير عندي كولابس. هلا هذا الكلام طبعا زي ما حكينا بنبدا نكتشفه عند الاطفال، لما الطفل ببلش يوصل لعمر السنة ونص سنتين. طبعا هلا احنا صاروا يعملوا هذا الفحص منذ الولادة، يعني في اطفال بيكتشفوا او الام بتكتشف انه هذا الطفل عنده تفول من هو بيبي، من هو باللفة، فلما يكبر بيكون وقاية له انها هي بتوقي عن كل مصادر البقوليات. وطبعا بالاول بيكون اشي صعب كتير على الاهل، لانه الطفل ما بيكون فهمان، يعني تخيلوا كل المنتجات بده يتاكد انه ما فيها فول سوداني، ما فيها حمص، ما فيها فول، ما فيها اي ماده من مواد البقوليات. مرات اكل الشوكولاته والاشياء تاعت الاطفال بيكون فيها هاي المصادر. هلا مجرد ما كبر الطفل وصار واعي وهيك بصير هو ينتبه لحاله، بصير هو يعرف انه هو مش لازم ياكل هاي الاشياء. طبعا زي ما حكينا ممكن لا سمح الله انه يركضوا فيه على المستشفى، لانه مرات تكسر الـ RBCs بكميه كبيره شو بيعمل؟ انت بتحكي لي مش ليش بده ياثر على التنفس؟ اذا انا صار في عندي تكسر لكميه كبيره من الـ RBCs الاكسجين ما رح يوصل اصلا، يعني ساعتها الواحد ما بيقدر ياخذ نفس، لانه ما في اصلا دم كفايه واصل لاجزاء الجسم المختلفه، وهذا لا سمح الله ممكن يؤدي للوفاه. هلا في بعض الناس بتكون الاعراض اخف، لانه هو بيكون عنده نسبه بسيطه من الجلوكوز 6 فوسفات دي هيدروجينيز، تمام، فبتصير معه اعراض لكن بيكون اخف من غيره. هلا في كمان الناس يعني ما فحصوا منذ الولاده او اشي، ممكن يبين مع الطفل على 4-5 سنين. هلا بصير الطفل انه دائما دمه ضعيف، ودائما عنده تكسر، ودائما عنده مشاكل، لكن هو عنده نسبه بسيطه من الانزيم كانت مشيته، لكن مع عماله بيكبر وصار ياكل اكثر من هاي المصادر صارت تتراكم عنده ماده الـ H2O2، فبتبين عندي على كبر، فبتبين عندي على كبر. بتمنى انكم تكونوا فهمتوا ايش قصه الـ NADPH وليش هاي الباثواي كثير مهمه. هلا في عندك هون كاتب لك انه في عندنا احنا اوكسيديتيف فيز وان اوكسيديتيف فيز. شو يعني اوكسيديتيف فيز؟ يعني الوضع اللي احنا بصير عندنا الوضع الطبيعي، اللي هي نبدا من الجلوكوز 6 فوسفات بنخلص بريبولوز 5 فوسفات.
هلا اللي انا بهمني بهمني فقط تعرف انه في نون اوكسيديتيف فيس، يعني فيس بتصير للجلوكوز 6 فوسفات، هذه لما ما يكون عندي اكسجين كفايه. فقط بدي تعرف لي بس شغله واحده، انه في حاله إن ما كان عندي اكسجين اللي بصير عندي او البنتج عندي فركتوز وضبطها، مش جلوكوز، فركتوز 6 فوسفات وجليسرالديهايد 3 فوسفات، اكثر من هيك ما بدي. هذا المربع شطب عليه ما بدي اياه ومش مطلوب منك. ماشي الحال، هيك بكون خلصت انا البنتوز فوسفات باثوي. راح احكي لكم في الجزء الاخير من محاضرتنا عن باثوي بسيطه جدا وسهله جدا اسمها الجلايكوسيليت سايكل، بنحكي عنها ان شاء الله.